اللي احنا شايفينها قدامنا دي تجربة ماجنتيك فيلد اي. التوصيلة بتاعتها بتبتدي من المصدر الاميتر. هناخد طبعا سلك الواير، ناخد من الاميتر ال، من الملف الريستات، بعد كده نقفل الدايره خالص من الريستات المصدر مره ثانيه. عندنا سلكين خارجين هنا من الجهاز نفسه، ممكن احطهم كده وممكن ابدلهم عادي، هم هي هي. هنوصل بعد كده الكهرباء طبعا ونقرا، هنغير الاكس. الاكس طبعا زي ما احنا شايفين موجب وسالب، والاي عندي اللي هو نص قطر الكويل بس. من طبعا ماليش دعوه بالدايره دي، انا بقيس نص قطر هنا الكويل بس، القطر اهو هنا. بعد كده لما نيجي نوصل الكهرباء هنشغل بالريستات لغايه لما تثبت قرايه الامان. وكمان الجهاز نفسه يجيب 70 كده، بس كده يجيب 70 بس.